سنشوري موتور كومباني باوتو فوكس تنضوي على طرازات هيونداي اللي صرنا زمان ما شفناها باوتو فوكس وعم تعطينا اليوم طرازات رائعه لعام 2022. معنا الشوروم مانجر بالشركه مستر توروس ديمرجان. توروس اشتقنا لك لك كمان. احنا بالاكثر شو اشتقنا لك هيونداي اكيد. سانتا في هي لو دو جام بالشركه، عم نحكي عن 7 سيتر فاميلي كار. yes. واليوم 2022 جاي بمواصفات رائعه وبشكل اكثر من رائع، رح نضوي عليها اكثر، بس بدايه خبرنا شوي عن هيونداي، وبعرف كمان فايتين اليوم ب فيري سبيشال اوفر على السيارات الجديده. يس جورج، نحن السنشوري موتور كومباني بتعرف ان الوكلاء الحصريين لشركه للسيارات الهيونداي بلبنان، هلا عم نستعرض نحن ذا نيو موديل 2022 سانتا في لوكسري بلس يلي اخذ كثير تايترز عالميه بامريكا، اخذ التوب سيفتي بيك بلس. عم نعرض السياره كومبليت نيو موديل مثل ما عم نشوف هلا من ورا، جاي البوند الادويه من ورا، ليد لايت موصولين ببعض الاتش تراك يلي هو هلا بنحكي بسيستم الفور ويل، موتور 3.5 ديفيوزر من تحت مع الكروم، لانه عم نحكي هون لوكسري كار، كل الديتيلز اللوكسري بده يكون موجودين فيها. سايد فيو كمان عم نشوفها، والكروم كمان على اسفل البواب، اكيد برايفسي جلاس، اشاره على المرايات، مرايات الكهرباء من فوق الروف راك جايين كمان كروم تيعطوها طابع رياضي، الجنوطه 19 دايموند كات جايين تيكون حلو مع هيدا اللون الفضي اللي عم نشوف تو تون كولرز، حتى بنحسهم جايين 3D دايمنشن. yes. يعني طريقه ديزاين تبعهم. بنوصل على اجمل شيء بالسياره مزبوط عن جد برايي، هو سانتا في 2022 اللكجري بلس، مثل ما عم نشوف من قدام اول شيء الكاسكادين جريل كلها كروم جاي مع عم نشوف السنسرز موجودين، الكاميرا موجود قدام، خاصه الادويه اللي عم نشوفهم دبل ديك جايين من فوق لتحت مع التي شيب الادويه اللي جايين بقلبها، اكيد اتش اي دي لامب جايين، زينون لامب مع الفوغ لايتس من تحت، ومن تحت هيدا الكروم الباري اللي جاي تيعطيها لوك رياضي وبزيت الوقت لوك لكجيريوس بقلب السياره. فعلا شكل امامي اكثر من حلو لسانتا في 2022 مع الليد لايتس اللي ذكرتهم، فيري اجريسيف كمان وكثير فيوتشرستيك ديزاين السياره، وعم تشوف السقف كمان مع البانوراميك والروف ريز على سقفها، اميزنج ديزاين لسانتا في 2022. هلا صار وقت ننتقل للداخل لان كمان في كثير اوبشنز بدنا ندور عليها مع توروس بالسياره. بس نحكي عن السانتا في بهيونداي، هي السياره الاكبر حجما بالشركه، 7 سيتر وفيها كثير اوبشنز مهمين تروس للاشخاص يلي معهم اغراض مثلا بدهم يفتحوا الصندوق الخلفي بزر واحد. عم نشوف كيف الصندوق الخلفي بيفتح اوتوماتيكلي وبيرجع بيسكر كمان 100% بنفس الطريقه. مثل ما شفنا كمان الباك سيتس، يعني شخصين مرتاحين بيقعدوا ورا، يعني 7 اشخاص كبار قاعدين يقعدوا بالسياره بحجم عادي، مش ضروري يكونوا اولاد صغار تيساعوا بالمقاعد الخلفيه. الحلو كثير هو هالكوكبيت اللي عندنا اياها بسميها انا، خاصه اللي جاي على الكونسول هون المليانه زرار كلها منعوزه، خاصه سيستم الدرايف يلي عنا الكومفورت والسنو والايكو والمود كل المود. جورج وقت نحكي SUV اول شيء بده يكون الاشخاص يلي قاعدين فيها كومفورتبل، لازم يكون كل النظام الرفاهيه والراحه موجوده بقلبها، مثل ما عم بتحس نحن قاعدين بالسياره ما بتحس حالك قاعد بسياره هيك مخنوق، كل شيء قدامك فيري فيوتوريستيك شيب، جاي الداشبورد، الكونسول اللي عم تحكي عنه هذا الديزاين الجديد للاس يو فيز بالهيونداي بسموه بريدج تايب، شكل جسر، مثل ما عم بتشوف عندك زرار عندك وسهل للتحكم، قريب على السايق وقريب على الخصر من تحت كمان. يس فلوتينج كونسول، فلوتينج كونسول مثل ما عم نشوف الفيتاس صار شيفت باي واير كبسات، عندك درايف مود بتغير ايكونومي مود، حتى الاضاءه بالسياره بتتغير على التابلو حسب المود اللي حاطينه هون 100% بالجويستيك طبعا بنحركه مثل ما بدنا. الليفلز اللي حكيتها كمان من التابلو كثير كثير ملفته، 1 2 3 بانوراميك، فول بانوراميك روف، فول بانوراميك سان روف، عندنا شاشه مع 360 ديجري كاميرا، بما انه نحن هون عم نحكي 2022 سانتا في لكجري بلس، كل وسائل الرفاهيه موجوده بقلبها من سخان بالكراسي، اي سي بالكراسي، اي سي ورا كمان، عندك الميموري سيتس، بلايند سبوت ديتكشن، عندك بلايند سبوت مونيتور، يعني انت عم بتسوق السياره اذا بتعطي اشاره شمال ويمين مش ضروري تطلع على المرايات، فيك تطلع على الشاشه قدامك بتفرجيك الشاشه عماله اليمين مين عم يجي وعماله الشمال مين عم يجي كمان، اكيد كل شيء بلوتوث كونكتيفيتي موجود،
الكار بلاي فيك تعمل بقلبها ميرورينج اكيد كل الزرار موجودين على الديركسيون كرمال الكروز كنترول بوش تو توك سيستم يس نعم عندك الكبسه اذا بدك تحكي بالسياره نعم. كمان كله موجودين فويس ريكوجنيشن رائعه جدا السياره توروس حديث بعد ما خلص عن سانتا في 2022 رح نحكي اكثر انجن والسبيشال اوفر اللي عاملينه اليوم سانشوري موتور على السياره حديثنا مستمر مع توروس اكيد عن السانتا في 2022 من بعد ما شفنا الفيتشرز الرائعين داخل السياره وحكينا عن ديزاين الحلو للاس يو في الرائع توروس ناحيه الانجن بده باورفول انجن تقدر يشيل وزنه والاشخاص السبعه اذا كانوا او بيكونوا قاعدين فيه نحن السانتا في 2022 لوكسري براس عم نجيبها موتور 3.5 لتر في 6 272 حصان ميتد لفيتاس تيبترونيك 8 غيارات مثل ما شفنا شيفت باي واير اكيد سيستم فور ويل جاي فيها يلي هو الاتش تراك هو من الانظمه الدفع الرباعي الذكيه اكثر شيء اللي موجوده بالسوق هلا الكترونيكي بتقسم القوه اللي بدك اياها بقلب السياره حسب على كل اطار اكيد نعم وبدنا نحكي كمان وقت بنحكي سياره مثل هال فاميلي كار اهم شيء اللي بده يكون فيها السيفتي اكيد كل الانظمه السيفتي موجود بقلبها من 6 اير باجز اي بي اس اي اس بي تراكشن كنترول سيستم بلايند سبوت ديتكشن حكينا اكيد كرمال كراسي ورا في عندنا الايزوفيكس اذا بدنا نحط الكار سيتس بقلب السياره هو كل الانظمه السيفتي موجوده بقلب السانتا في طيب بعرف انه في فيري سبيشال اوفر على السياره اليوم بدنا نعرفه قبل ما نحكي عن السعر صح نحن عاملين على السانتا في اوفر بما انه نحن بنعطي اهم كفاله بلبنان 6 سنين 120 الف كيلومتر بذات الوقت عم نحكي 6 سنين 120 الف كيلومتر غيار زيت فري لكل ألوين. شخص بيشتري السانتا في 6 سنين بنغير زيت ببلاش بالشركه يس فيري سبيشال اوفر وفيري سبيشال برايس كمان 2022 السانتا في مسجله خالصه ب 52 الف دولار كاش يعني بس نحكي عن سياره بهالمواصفات بهيدا الحجم بهالفيتشرز الرائعه بهالشكل الرائع بنشوف انه السعر منافس جدا اليوم بالسوق بس عم نحصل على سياره السانتا في ذا بيست كار بهيوندا كاس يو في 7 سيتر ب 52000 تشكرك توروس وبلس نحن عندنا بدنا نقول انه عندنا رود سايد اسيست 24/7 فيكم تنزلوا على حيلا فرع بالهيونداي موجود بلبنان تعملوا تست درايف السياره وتشوفوا ادائها على الطريق وكمان تابعكم على السوشيال ميديا شوف شو في جديد اكيد على انستغرام وفيسبوك عن سانشوري موتور وهيونداي ونحن بنلاقيكم بكره بحلقه جديده وسياره جديده مشاهدينا الى اللقاء